بس احنا عندنا كلام كتير جدا، لان كان في كمان احداث قبل المباراه حصلت، وفي احداث في وقت المباراه، وبعدين طبعا بعد المباراه او لاحقا، وفي كواليس عايزين كمان نتكلم فيها. لكن اكيد هنقول مبروك لكل الاهلاويه للفوز الكبير، والفوز اللي بجد عن استحقاق بشكل كبير جدا على حساب طبعا نادي الزمالك. اللي عايز اقول لحضراتكم، ناس كتير كانت متوقعه بالمناسبه سكور عالي، يعني لما كنا بنعمل استطلاع راي ولما نزلنا سالنا جماهير النادي الاهلي وعرضنا التقرير ده حضراتكم، ما فيش حد كان بيقول مثلا تعادل او 1-0 او 2-1، كانت الناس بتتكلم من 3 لما هو اعلى من كده كمان. فمباراه كان في الى حد كبير انتظار ليها وتشويق ليها كبير، وزي ما كريم كان بيقول وزي ما كلنا عارفين، هو يعني اللقاء ده دايما بيكون لقاء القمه، بيكون مهما كانت بقى ترتيبك في الدوري مختلف، في تراجع في موسم ما لاي حد من الناديين، لكن في الاول وفي الاخر برضو بيبقى هذا اللقاء لقاء استثنائي، بدليل حتى وان تم حسم الدوري قبل يوم الخميس، ولكن برضو ما فيش حاجة اسمها كده. الجماهير كانت يعني كاملة العدد زي ما بنتقال بالساعة طبعا المحددة والمتاحة، وكانت الناس كلها بالتشجيع لحضراتكم. المشهد اللي شفتوه بصراحة على الصعيدين، سواء جماهير نادي الزمالك أو نادي الأهلي، كان مشهد محترم وكان مشهد جميل. وفي فيديو كانوا جايبينه تحديدا، ده اللي عجبني، وده لقيت أهلاوية بقى بجد بالألفات مشيرينه يا كريم. لما كانوا جايبين، في حد كان بيصور بتليفونه الهتافات بتاعت جماهير نادي الزمالك. انت عارف الجول بتاعنا اللي جه في الاول في اول دقيقه ونص ده، فكان ناس بتصور، واحد بيصور بالصدفه جماهير نادي الزمالك وبيصور اول ما جه الجول، هو ما كانش الكاميرا بتاعته على الملعب، فايه اللي حصل؟ جماهير نادي الزمالك كانت بتشجع بحماس جدا اول ما جه الجول، يعني جت زي صدمه سكوت كده، فقام جاب الموبايل بعد كده الكاميرا بتاعته على الملعب وعلى جماهير نادي الاهلي. طبعا شوف بقى المشهد الكروي الحلو بالمناسبه، يعني هي دي الرياضه في الاول وفي الاخر، انت بتبقى بتشجع من قلبك، لما بيحصل اي ميس باس، لما بيحصل جول فيك او انت بتجيب بالفريق بتاعك بيحصل جول معين، شوف المشهد بيختلف ازاي على مدار طبعا التشجيع او على شكل التشجيع. فكان مشهد عجبني جدا. بس قبل برضو ما نخش انا وكريم ونتكلم في مزيد من التفاصيل، انا عايز اتكلم معاك يا كريم برضو في طبعا اللي حصل قبل المباراه، وطبعا وفاه والد مروان عطيه كان يوم المباراه، يعني يوم المباراه الصبح توفى والده. طبعا مروان كان من التشكيل الاساسي في المباراه، طبعا الله يرحمه وربنا يصبر طبعا مروان واسرته، لكن برضو حدث طبعا كان محزن بشكل كبير، واكيد ده اللي منع مروان ان هو يكون يعني متواجد، رغم ان احنا كنا سامعين ان هو كان بيقول ممكن يلعب وغيره، لكن طبعا ما فيش حاجه زي كده في الظروف اللي بيمر بيها الناس والنادي والجماهير كلها بتبقى متفهمه طبعا، ربنا يصبر يا رب. يعني من الاخبار برضو عشان ما ننساش، لازم نبارك لكريم فؤاد، كان فرحه بالامس وكان مشهد جميل جدا، وزي ما بيتقال بقى الاهلاويه كلها احتفلت بالفرح ده، لان انت جاي فرح بعد فرح، يعني كريم فؤاد احتفل بفرحه. ويمكن كمان من التصريحات اللي عجبتني جدا لوالده، لما كان بيقول انا النهارده بحتفل زفاف ابني، بس الفرحه فرحتين لان احنا لسه كسبانين، او فرحه الاهلي وفرحه زفاف طبعا. كريم فيعني عارف توقيت كان رائع بصراحه، مليون مبروك وبالرفاق والبنين ان شاء الله، وباذن الله ربنا يسعد له ايامه. اتفرجت انت على الماتش فين بقى؟ اتفرجت على الماتش في البيت في التلفزيون في البيت. وبعدين برضو زي كل الناس اللي شافت الماتش، انت عارفه بتبقي لسه ايه، بترستقي نفسك في القعده، هوب جول حسين الشحات ودنيا الدنيا اتقلبت، ما لحقتش. بص اقول لك على حاجه، والله بجد احلى حاجه في الماتش ده الاجوال بتاعته، رغم بقى الناس حد يجي يقول لك بس ضيعنا كام فرصه، مش زعلانين، احنا مبسوطين جدا من الاربع اهداف. وفعلا انت اللي بتتكلم الجول الاولاني، كلنا يعني انا كنت بتفرج مع ناس قرايبي ومع والدتي وغيره، وكنا لسه بنظبط القعده بقى في البيت وبنحط الفشار وبنحط القهوه ومش عارف ايه، وفجاه الناس لسه ما قعدناش، ما خدناش قعدتنا، وجول جه، انت مش متخيل البيت كله كان عامل ازاي. فرحه جميله، فرحه معتاده بالنسبه لنا، ان شاء الله كمان يعني يبقى اللي جاي افضل.